يسابق اليسار والمعسكر الرئاسي في فرنسا الزمن لاستغلال الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية لمحاولة ردم الهوة مع اليمين المتطرف الذي لا يزال يتصدر بفارق كبير نوايا الأصوات للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المقررة الأحد. تتوقف الحملة الانتخابية للدورة الأولى رسميا منتصف الليل بالتوقيت المحلي على أن تجري الدورة الثانية في 7 يوليو. يأتي هذا كله وسط تباين واسع في سياسات المتنافسين فيما يخص الملفات الداخلية والخارجية. دعونا نتعرف على أبرز الملفات التي تهيمن مشاهدينا على أجندات الأطراف المتنافسة في هذه الانتخابات الفرنسية. أبرزها بالتأكيد ملف الهجرة مع اختلاف رؤى كل طرف بشأن هذا الملف ما بين تشديد القوانين وتشديد الأمن ومراجعة ميثاق الهجرة الأوروبي. ملف داخلي آخر يتمثل بملف منع مزدوجي الجنسية من أخذ مناصب حساسة وكذلك ملف الضرائب والاقتصاد. على الصعيد الخارجي الآن يريد اليمين المتطرف نظاما جديدا لا يعتبر الاتحاد الأوروبي ثقلا موازنا لروسيا والصين. يدعم التحالف الرئاسي رؤية ماكرون إعادة إصلاح الاتحاد. أما الجبهة الشعبية الجديدة فتكتفي بالمطالبة بإجراء إصلاحات. في الحرب الأوكرانية الآن يرفض اليمين المتطرف استخدام الأسلحة الفرنسية لاستهداف الأراضي الروسية. بالمقابل يدفع ماكرون باتجاه تمكين كييف عسكرياً. أما الجبهة الشعبية الجديدة فتحدثت عن ضمان شحنات أسلحة ضرورية لكييف. أما فيما يخص حرب غزة يلتقي اليمين المتطرف والتحالف الرئاسي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية من خلال الحوار. أما برنامج اليسار فينص على الاعتراف فوراً بدولة فلسطين وفرض حظر على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل. ما الذي يجري في فرنسا؟ نزار الجليدي رئيس تحرير صوت الضفتين ينضم إلي الليلة في غرفة الأخبار من باريس ليضعنا في تفاصيل هذه أو هذا الصراع. نزار، هل ينجح بداية اليسار ومعسكر طبعا الرئيس في ردم هذه الهوة؟ يلا خبرنا. أهلا أهلا، كم أنت رائعة في التقديم. كم شكرا. أنت رائعة في تشريع الأشياء في فرنسا. نحن نعيش الليلة ليلة السكاكين الطويلة. لقد وضع ماكرون الجميع أمام المضمار لأنه خرج من لعبة السياسة. نحن الليلة أمام الواجهة القادمة في فرنسا وهي ما يسمى بالتوازن المشلول. فرنسا قادمة على مرحلة ما تسمى بالتوازن المشلول. يوم الأحد بعد غلق الحسابات سيكون هناك كتلتان قويتان، كتلة اليمين المتطرف طبعا وهي كتلة العقاب لماكرون، وكتلة اليسار الذي تجمع بعد 30 سنة. هنا تحكم مباشرة نزار بأنه الرئيس الفرنسي مؤخرة. حكم على نفسه عندما طالب بهذه الانتخابات المبكرة. هذا قلت على شاشة سكاي نيوز منذ سنة، قلت لكم منذ سنة أن الرجل سيحل البرلمان، وسأقول لك بعد سنة من الآن الرجل سيحل مرة ثانية الانتخابات البرلمان. وهذا سجله عني، هذا تحليل. طب لماذا يذهب نزار؟ لماذا يذهب في هذا الاتجاه إن كان يعرف تماما أنه خاسر خاسر؟ الرجل خسر المعركة منذ قدم إليه جماعة الستائر الصفراء. الرجل خسر المعركة عندما أقدم على قانون الهجرة يميني أكثر من اليمين المتطرف وأسقطته المحكمة. الرجل عاش في جلباب الأمريكان. الرجل يعرف جيدا. أقول لك خطة ماكرون من الآن. ماكرون يريد أن يتقدم مرة أخرى للرئاسة. القانون لا يمكنه من ذلك. الرجل الآن ستكون هناك كتلتان يوم الأحد المقبل، كتلة يمينية متطرفة قوية ومن بعدها كتلة يسارية، وكلاهما لا يستطيع أن يشكل حكومة. سيمر ماكرون إلى الفصل 16 وبالتالي سيكون حكومة تكنوقراط لا تستطيع التحكم في فرنسا مع دخول شهر سبتمبر السنة السياسية الجديدة. في شهر جوان المقبل سيحل ماكرون
البرلمان وسيعلن أيضا عن انتخابات رئاسية مبكرة، وبالتالي بنص القانون يستطيع أن يتقدم مرة أخرى في انتظار أن يعود الرجل القوي الذي حكم زمن الكورونا على رئيس الحكومة فيليب إدوارد أن ينهض برأس اليمين الوسطي. هذه فرنسا. طيب بس هذا التحليل نزار، تعطيني هنا عنوان عريض للمرحلة القادمة في فرنسا. يعني هو لم ينهي نفسه فحسب بل ينهي هذا البلد. التوازن المشلول، فرنسا ستعيش التوازن المشلول. فرنسا ستعيش برأسين في البرلمان، يمين متطرف ويسار مجتمع بعد 30 سنة. فرنسا ستعيش المرحلة المقبلة دون حكومة. فرنسا ستعيش المرحلة المقبلة دون قرار سياسي واضح. تماما مثل ما كان ماكرون. إذن الآن سنحلل المرحلة. سيقبل الفرنسيين يوم الأحد على الانتخابات. طيب. وكلهم عزم بين طرفي نقيض. بين اليمين المتطرف الذي يصعد الآن بقوة وهو عقاب للمكرونية لسنوات طويلة، وبين يسار يجتمع بعد 30 سنة من الاندفاع. يعني هو مش عقاب للمكرونية فقط يا نزار، ما احنا شفنا أيضا نتائج الانتخابات الأوروبية واليمين المتطرف تقدم فيها بشكل كبير. يعني في موجة يمينية متطرفة تسيطر على أوروبا، لكن لم يحصل على كل أستاذة. والدليل أنه حافظ على نفس الرئيس. أستاذة أنا كنت معك في حلقة من الحلقات، والدليل أنه لم يستطع اليمين المتطرف الذي نجح في 4 دول أوروبية لم يستطع أن يكون الكتلة الثقيلة الكتلة الكبيرة. اليمين المتطرف الآن يلعب على وتر، هو أنه يلعب الآن على جيوب الفرنسيين، يلعب على مسألة التقاعد، يلعب على مسألة التضخم المالي، يلعب على التفقر الطاقي، يلعب على الطبقة الوسطى التي اندثرت. المكرونية أزمت الوضع في فرنسا، لأن المكرونية ليست هائلة، هي هجينة. المكرونية لقيطة لم تكن يوما من الأيام تابعة للسياسة الفرنسية، لا السياسة الخارجية الدولية ولا السياسة الداخلية الفرنسية التي تعتمد على نظام اجتماعي قوي. وهل يعني حتما ذلك نزار قبل ما ينتهي وقتنا، هل يعني ذلك إنه هذا اليمين المتطرف اللي يلعب على ما يريده الناخب الفرنسي وما يحتاجه في هذه المرحلة سينجح في إزاحة ماكرون؟ ولكن لم يكن في ذهن. نعم ماكرون انتهى، المكرونية انتهت واليمين الوسطي انتهى. الآن المعركة بين طرفي نقيض، بين اليسار الذي تجمع بعد سنوات بعيدة وهو يطرح الآن مسألة اجتماعية وطنية تضامنية دولة تضامنية ويبحث عن حلول وليس له زعيم حقيقي، لأن ميلونشون مفروض عليه أن يتنحى ماكرون ميلونشون، لأنه ميلونشون عنده موقف مع العرب وعنده موقف مع الشرق الأوسط وعنده موقف مع غزة وعنده موقف مع فلسطين، وهو تنازل كثيرا من أجل هذه الجبهة. وبين يمين متطرف حاول أن يلغي مسألة، أقول لك شيء، لن تري يوم من الأيام مارين لوبين رئيسة لفرنسا. الفرنسيين عندهم عقدة مع النسوان عكس ما يعتقد الجميع. هذا رأيك يا أستاذ نزار؟ شو هي هذه العقدة؟ هي مرحلة عقاب. لا أنا رجل عندي ربع قرن في فرنسا، أنا رجل عندي ربع قرن في فرنسا، واللي قل لك فيه حقيقة، اللي قل لك فيه حقيقة. لماذا لم يصوتوا على سوغلان رويال؟ لماذا لم يصوتوا على رئيس الحكومة اللي كانت؟ الفرنسيين عكس ما احنا نتخيل. أنا بدي أشكرك نزار، بشكرك على رأيك أكثر منهم في قضية النساء. حقيقة سيكون لنا لقاءات جديدة لنناقش طبعا مستقبل هذا البلد. شكرا نزار جليدي رئيس تحرير صوت ضفتين. للأسف انتهى نزار. أنت قول جملة واحدة. فرنسا ستعيش مرحلة اللا حكم القادم. شكرا نزار جليدي على هذه المشاركة معنا الليلة.